هكذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل للأمكنة التي اختارها للتفضيل مزايا متعددة، ولا يعني بذلك أن تلك الأمكنة هي أقرب حساً إلى الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. فالله سبحانه منزه عن الأمكنة والأزمنة، وإنما هذه هي إرادة الله سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي الأعلى الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، سبحانه تنزه عن الزمان والمكان، فقد كان قبل خلق الزمان والمكان، وهو الآن على ما عليه كان. لا يطلب بعين ولا يدرك بعين، جل عن أن تحويه الأمكنة أو أن تمر عليه الأزمنة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله هادياً وبشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحييكم أيها الإخوة المؤمنون بتحية الإسلام الطيبة المباركة، فالسلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته، وأهنئكم بهذا الاجتماع الطيب من أجل إحياء ذكرى من ذكريات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجميع ذكريات حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تجسد أحداثاً من أعظم الأحداث، إذ كل فترة من حياته صلى الله عليه وسلم كانت مدراراً بالعطاء، وكل لمحة مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي جديرة بأن تدرس. ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى رفع من قدره وعظم شأنه، وجعله صلى الله عليه وسلم في مقدمة خلقه أجمعين، بل هو المقدم عليهم أجمعين. وناهيكم ذلكم الوصف الذي وصفه إياه عندما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسالته صلى الله عليه وسلم رحمة تشمل الوجود، وكل ذرة من ذرات الوجود هي مغمورة بهذه الرحمة ومشمولة بهذه النعمة، لأن رسالته صلى الله عليه وسلم جاءت لتتمم ما جاءت به الرسالات السابقة التي جاء بها النبيون عليهم السلام من أجل إصلاح هذا الإنسان ووصله ببارئه. ولا ريب أن الإنسان شرف فيما بين مخلوقات الله تعالى، كما قال عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومعنى ذلك أن هذا الإنسان بجانب كونه خليفة في هذه الأرض يعمرها بذكر الله ويقيم حياته فيها على أساس موازين الله، عندما يستقيم على الحق، هو أيضاً فيما بين هذه الكائنات بأسرها سيد كريم. ولذلك من الله عليه سبحانه بأن سخرها جميعاً له، كما يؤذن بذلك قوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. ولا ريب أن صلاح الإنسان وبره ينعكس أثره على هذا الكون، وهذا مما يدل عليه كتاب الله. فالله سبحانه وتعالى يقول:
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ويقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. فلذلك كان جديرا بهذا الإنسان أن يحرص على أن يتجه الوجهة السليمة التي وجهه الله تعالى إياها من خلال ما آتاه من فهم ومن عقل، ومن خلال ما أرسل إليه من رسالات لتقوم اعوجاجه ولترده إلى الله سبحانه وتعالى في سريرته وفي علانيته. فإذا هذا الإنسان عندما يتجه هذه الوجهة التي وجهته رسالات الله سبحانه وتعالى إليها، إنما يتفاعل مع نظام هذا الكون، فالكون بأسره كله يسبح بحمد الله ويسجد لجلال الله. وما تجاوب الإنسان مع نداءات الرسالات كلها إلا تجاوب مع الفطرة التي فطر الكون عليها. فلذلك يبقى الانسجام بينه وبين هذا الكون ويسأل الكون بذلك. وقد جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم متممة لجميع الرسالات السابقة، وكانت الرسالات المتقدمة كلها تمهيدا لهذه الرسالة كما يؤذن بذلك الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى من النبيين أن يؤمنوا به. فقد قال سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. فإذا كل النبيين إنما جاءوا ممهدين لهذه الرسالة الجامعة المانعة، الرسالة الخاتمة التي اشتملت على كل ما يحتاج إليه الإنسان، وحلت جميع ألغاز الوجود، وبوأت كل شيء مبوأ. وقد كرم الله سبحانه وتعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إذ جعله إماما للرسل، فقد جعله أعظمهم قدرا وإن كان آخرهم زمانا، فهو أولهم بقدره وإن كان آخرهم بعصره. ويدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى شرفه بإمامة المرسلين، ونحن لا نستطيع أن نقول كيف كانت تلك الإمامة مع أن أولئك قد قضوا نحبهم وانقلبوا إلى الله، إلا أن الله سبحانه وتعالى هو قادر على أن يبعث أرواحهم لتجتمع بروح النبي صلى الله عليه وسلم وجسمه، ولتلتف مع حوله هناك في المسجد الأقصى الذي بارك الله تعالى حوله وجعله مسرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الحادثة العظيمة التي خلد الله تعالى ذكرها في كتابه عندما قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ثم مع هذا ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النجم ما ذكره من أنه عليه أفضل الصلاة والسلام اطلع في الملأ الأعلى على عجائب آيات الله سبحانه وتعالى، وما ذلك إلا لأن الله تعالى ميزه فيما بين جميع خلقه بما آتاه من المواهب الحسية والمعنوية. ولا ريب أن هذه الرحلة العظيمة إنما كانت على أثر مكابدة كابدها صلى الله عليه وسلم من عنة قومه الذين تألبوا وألبوا عليه، والذين كانوا يحرصون على أن يقطعوا السبيل أمام هذه الدعوة التي كان صلى الله عليه وسلم يدعو إليها حتى لا تصل إلى الناس، كانوا يحاولون أن يصدوا الناس عنه. وقد ضاق به الأمر عندما مات عمه أبو طالب الذي كان يحجب عليه ويدفع عنه، كما مات زوجه الوفية
السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها بعد ذلك بثلاث ليال، فكان ذلك العام بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم عام حزن كما سماه بذلك. ولقي من عنة من حول قومه ما لقي أيضا، إذ لقي من عنة أهل الطائف ما لقي. وهنا تداركته عناية الله سبحانه ولطف الله به، وكانت هذه الرحلة العظيمة التي تجسد تشريف الله تعالى له وتكريمه إياه، تجسد ما آتاه الله سبحانه وتعالى من مواهب عظيمة وما رفعوا إليها من درجات عالية. كانت هذه الرحلة في وقت اشتد فيه الخناق على هذه الدعوة، حتى كادت تخنق أنفاسها في مكة المكرمة، وكانت إذانا لأهل جديد وهو أهل الهجرة الذي فتح الله سبحانه وتعالى له بها الآفاق وهيأ له الأسباب حتى تظهر هذه الدعوة. وفي هذه الرحلة المباركة كان فرض الصلوات الخمس عليه، بعدما كانت خمسين، إلا أن ألطاف الله سبحانه وتعالى أنزلتها حتى تكون خمساً بأجور الخمسين، لأن للحسنة عشر أمثالها. وما كان فرض الصلوات في المقامات العلى حيث الملأ الأعلى، إلا للإيذان بقدر الصلاة على غيرها من العبادات، فإن الصلاة بتأثيرها في النفس البشرية هي أعظم العبادات قدرا، إذ هي أقواها تأثيرا في حياة النفس، في حياة الإنسان النفسية والنوعية، وفي علاقاته الخاصة والعامة هي ذات أثر عليه في علاقته بربه سبحانه وتعالى، وهي ذات أثر كبير أيضا من حيث تأثيرها على علاقاته ببني جنسه، بل وبهذا الكون بأسره. الصلاة إنما هي عبادة تتميز على جميع العبادات، ولذلك فرضت مكررة في اليوم والليلة خمس مرات، ففي كل يوم وليلة يقف المؤمن بين يدي ربه سبحانه وتعالى أقل ما يكون خمس مرات، ليؤدي ضريبة العبودية، وليتصل بخالقه سبحانه وتعالى، ولتعري روحه إلى المقامات الأولى. فالله سبحانه وتعالى لا ريب كان قبل خلق الزمان والمكان، فهو منزه عن الزمان والمكان، إذ لم يكن لخلق الزمان والمكان تأثير على ذاته، ولكن الله سبحانه وتعالى يميز ما شاء من الأمكنة بما شاء من المزايا، كما أنه سبحانه وتعالى يميز أيضاً ما شاء من الأزمنة بما شاء من المزايا. وهذا كما ميز في الأرض مكة المكرمة ففضلها على غيرها من بقاع الأرض، وميز أيضاً الحرم النبوي الشريف، وميز المسجد الأقصى المبارك، كل ذلك لأجل حكمته سبحانه وتعالى في رفع أقدار بعض مخلوقاته على بعض، كما فضل بعض عباده على بعض، حتى أولئك المفضلون هم أيضاً على أقدار مختلفة ومزايا متنوعة، فهم يفضل بعضهم بعضاً، حتى الرسل أنفسهم فضل الله تعالى بعضهم على بعض، كما قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وهكذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل للأمكنة التي اختارها للتفضيل مزايا متعددة، ولا يعني بذلك
أن تلك الأمكنة هي أقرب حساً إلى الله سبحانه وتعالى. تعالى الله عن ذلك، فالله سبحانه منزه عن الأمكنة والأزمنة، وإنما هذه هي إرادة الله سبحانه. ولا ريب أن عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك المقامات العالية كان عروجاً إلى الله، كما أن هجرة من هاجر إلى أرض المدينة المنورة من المهاجرين هي هجرة إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلا ريب أن الذي هاجر إلى المدينة المنورة بنية خالصة إنما هو مهاجر إلى الله، ولكن لا يعني هذا أن الله سبحانه وتعالى حال بذاته في المدينة المنورة. ومثل ذلك ذهاب إبراهيم عليه السلام إلى ربه وإعلانه ذلك، فإنه لم يكن بهذا منتقلا إلى مكان تحل فيه الذات العلية. ولا ريب أن فرض الصلوات في المقامات الأولى مؤذنة، بأن المصلي عندما يمثل بين يدي ربه يعرج، فالصلاة معراج روحاني إذ تعرج روح الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، وتعرج إلى الملأ الأعلى حتى تشارك الملأ الأعلى في سجودهم وذكرهم وإخباتهم وإخلاصهم لله عز وجل. والصلوات بطبيعة الحال هي متميزة على بقية العبادات، فهي ذكر خالص، الصلاة كلها ذكر خالص. ولذلك قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. إن الصلاة إنما تقام لذكر الله سبحانه وتعالى، فالصلاة ذكر خالص. والمصلي عندما يمثل بين يدي الله سبحانه وتعالى يخلف الدنيا وراء ظهره ويترك همومها وراء ظهره، ويعرج إلى الله سبحانه وتعالى خالصاً نقياً. فالمصلي عندما يمثل بين يدي الله سبحانه وتعالى يفرق بين إحلاله وإحرامه في هذه الصلاة ما يأتي به من التكبير أول ما يدخل في صلاته، فهو يقول الله أكبر. هذه الكلمة لها إيحاءات كبيرة على النفس البشرية، فهي تعرف الإنسان بأن الكبرياء لله عز وجل، وهو ماثل بين يدي الله تارك هذه الدنيا وجميع همومها وجميع تبعاتها غير مبال بها، إنما يعرج إلى الله سبحانه وتعالى بهذه التكبيرة الله أكبر. فهو يتخلى عما يكون عليه الناس في هذه الحياة من استعلاء بعضهم على بعض، إذ لا استعلاء لأحد على أحد، مع أن الكبرياء لله وحده، فالله أكبر. وكل الناس عباد الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل الناس مهما أوتوا من أقدار ومهما تميز بعضهم على بعض في هذه الحياة، إنما هم عباد الله سبحانه، ولا يتفاضلون إلا بقدر الاقتراب إليه، وليس الاقتراب إليه بالأمر الحسي، وإنما الاقتراب إليه إنما هو بصفاء هذه الأرواح وتوجهها إلى الله سبحانه مع إخلاص العمل له وحده. فعلى هذا الإنسان الذي يقول كلمة الله أكبر
أن يكون صادقاً مع هذه الكلمة التي يقولها. فإن كان من ذوي الأقدار والشأن في هذه الحياة تطامنت نفسه وخضعت رقبته لعزة الله تعالى، لأنه يدرك أن الكبرياء لله وحده، فلا يتعالى على أحد من خلق الله بسبب جاهه أو منصبه أو بسبب ماله أو بسبب نسبه أو حسبه، إنما الكل عباد الله سبحانه وتعالى لا يتفاضلون إلا بتقوى الله. وإن كان بخلاف ذلك أيضاً أورثته كلمة الله أكبر اعتزازاً بصلته بالله، فلا يخضع إلا لجلال الله ولا يرى غير الله سبحانه وتعالى أهلاً لأن يسجد له أو يركع له أو يخضع له بأي حال من الأحوال، وإنما الانقياد المطلق إنما هو لله سبحانه الذي اتصف بالربوبية واتصف كل ما سواه بالعبودية له. وإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ذكرته الاستعاذة، الحرب الضروس التي تدور بينه وبين الشيطان، فالشيطان أقسم بعزة الله أنه سيردي هذا الإنسان في جهنم والعياذ بالله إلا إن كان من عباد الله المخلصين. وهذه الحرب تقتضي أن يؤد لها عدتها وأن يكون متفطناً متنبهاً في جميع أحواله لمكائد الشيطان لئلا يدخل عليه الشيطان من أي ثغرة من الثغرات. عليه أن يسد جميع الثغرات على الشيطان الرجيم حتى لا يصل إليه بأي وجه من الوجوه لئلا يرنيه. وإذا تلا بداية الفاتحة الشريفة فقال بسم الله الرحمن الرحيم، أدرك أن ما يدخل فيما يدخل فيه من ذكر الله وعبادته بسم الله، فعليه أن يكون مخلصاً في هذه العبادة لله، وعليه أن يكون مخلصاً في كل عمل لله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. عليه أن يعمل الصالحات مع عدم إشراك أحد من خلق الله تعالى في أي عبادة من العبادات أو في أي عمل من الأعمال بقصد وجه أحد بذلك العمل أو بتلكم العبادة. ومع ذلك يستشعر رحمة الله تعالى، فإن الله عز وجل وصف في هذه الآية الكريمة بالرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، ليرجو رحمة الله وليعول على الله في جميع أموره. وإذا تلا قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين استشعر عظم نعمة الله تعالى عليه، فكل ما به من نعمة إنما هو من الله، كل ما آتاه الله تعالى من خير إنما يجب أن يحمد الله عليه وحده. ولو أتته النعم من طرق العباد فإنما أولئك العباد هم وسائل شاءها الله سبحانه وتعالى لوصول هذه النعمة إليه، ولو شاء لأوصلها إليه من غير طريقهم، ولكن أراد أن يشرفهم بذلك. فإذا كل نعمة إنما يستحق أن يحمد الله تعالى عليها وحده، فلذلك كان الحمد لله جنس الحمد لله، والجنس تدخل جميع أفراده ضمنه، فكل فرد من أفراد الحمد هو لله سبحانه. ومع هذا يوصف الله سبحانه وتعالى هنا بأنه رب العالمين، الرب بمعنى السيد وبمعنى المصلح وبمعنى المنعم، فالله سبحانه وتعالى هو سيد الخلق وهو يربيهم بالإحسان وينعم عليهم بالخير، فكل ما بهم من نعمة فمن الله. ولا ريب أن هذه الربوبية، ربوبيته سبحانه وتعالى، هي مع كونها ربوبية رحمة
هي ربوبية قهر. فالكون كله مقهور لله، جميع العالمين مقهورين لله سبحانه وتعالى، تجري فيهم إرادته وتنفذ فيهم مشيئته وينفذ في كل واحد منهم حكمه، ما من أحد منهم قادر على دفع حكم الله سبحانه وتعالى. وهذا بطبيعة الحال يجعل هذه النفس تشعر بالرجفة، والقلب يشعر بالوجيف من هيبة الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا تلا قوله عز وجل بعد ذلك الرحمن الرحيم سكنت جائشة النفس لما تحس به من الطمأنينة إلى رحمته سبحانه وتعالى، فإذا تلا بعد ذلك قوله تعالى مالك يوم الدين استشعر الوقوف أمام الله في ذلك اليوم الذي يسأل فيه عما قدم وما أخر، لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. وسؤاله عن عمره يعني سؤاله عما قدمه في هذا العمر وأخره، فيسأل عن كل ما قدمه وما أخره في العمر، ويسأل عن الشباب سؤالا خاصا، ويسأل عن المال سؤالين من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ويسأل عن علمه ماذا عمل به، ماذا عمل بهذا العلم. فعلى أي حال هذا مما يدعو الإنسان إلى أن يحاسب النفس. ثم بعد هذا كله ينتقل الحديث من وصف الله تعالى بصفات غيبية إلى مخاطبته سبحانه وتعالى، مشافهة بتقديم العبادة إليه، لأن النفس بعد ذكر هذه الأوصاف العظيمة لله سبحانه وتعالى تتطامن وتشعر أنها بين يديه سبحانه. فلذلك كان حريا بالعباد بعدما يبلغ هذا المقام أن يقدموا إليه إلى الله عز وجل عبادته. ولذلك تأتي الآية الكريمة هنا إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا إياك. فالاستعانة بالله تعالى وحده كما أن العبادة له وحده، فما من أحد يمكن أن يعين أحداً على أي شيء إلا فيما قدره الله تعالى له. والقضايا الغيبية لا يمكن أن يستعين أحد بغير الله تعالى فيها، ليس لأحد أن يطلب من أحد من الناس أن يرزقه ولداً أو يجعله غنياً أو يجعله محظوظاً أو يجعله سعيداً أو يجعله من العلماء، وإنما بإمكانه أن يطلب منهم الأسباب، كأن يطلب منهم الدعاء أو يطلب منهم العون المالي أو يطلب منهم العون العلمي أو نحو ذلك مما يمكن أن يتعاون الناس فيه. أما وراء هذه الأسباب العادية فإنه لا يجوز أن يستعان إلا بالله سبحانه وتعالى. ونحن نرى أن الله سبحانه في كتابه العزيز يبين للناس أن كل ما يدعون من دون الله لا يمكن أن ينفعوهم بشيء أو أن يدفعوا عنهم مضر. ومن الذي يمكن أن يدفع نفسه أو يدفع عن نفسه مضرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مع علو قدره وعظم شأنه يخاطبه سبحانه وتعالى بقوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بهذا القدر العظيم عند الله عز وجل لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف لغيره عليه أفضل الصلاة والسلام أن يحقق منفعة أحد من الناس أو أن يدفع مضرة عن أحد من الناس.
وقد خاطب الله تعالى المشركين الذين كانوا يدعون من دونه ما من يدعون ممن يتخذونهم وسائل بينهم وبينه، خاطبهم الله سبحانه وتعالى يقيم عليهم الحجة بأن أولئك الذين يدعونهم ليس لهم شركة في خلق السماوات والأرض، وما له وما لله سبحانه وتعالى من ظهير من أولئك، ما له منهم من ظهير. فقد قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له قل ادعوا الذين زعمتم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما له منهم وما لهم فيهم وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ليس أحد من أولئك ظهيرا لله تعالى في خلق شيء، في خلق السماوات والأرض ولا في تدبير السماوات والأرض. وقال الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ثم قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ثم بيّن أن أولئك الذين يدعونه من دون الله إنما يتخلون عنهم يوم القيامة ويتبرؤون منه، وذلك عندما قال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول سبحانه وتعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. وأتبع ذلك بيان أنه سبحانه وحده الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ولذلك كانت العبادة لله وكان الدعاء لله، الاستعانة لا تكون إلا بالله كما أن العبادة لا تكون إلا لله. ونجد أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا هنا أن نقدم العبادة إلى الله بصفة جماعية لا بصفة فردية، فهو يعلمنا أن نقول إياك نعبد لا إياك أعبد، وإياك نستعين لا إياك أستعين، لأن الإسلام هو دين اجتماع، وقلوب المؤمنين كقلب رجل واحد تتآلف وتجتمع وتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بصفة جماعية لا بصفة فردية. ثم يأتي بعد ذلك قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي هذا ما يجعل الإنسان يشعر أنه أمام طريقين: طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وطريق الذين حرمهم الله تعالى من هذه النعمة وهم المغضوب عليهم والضالون. فعليه أن يسلك الطريق الأول، الطريق المستقيم الذي لا تعارية فيه والذي لا خفاء به، عليه أن يسلك هذا الطريق ليصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. ثم يتلو ما يتلوه من كتاب الله، أو يستمع من الإمام ما يتلوه من كتاب الله مما فيه تذكير بالله واليوم الآخر، وتعريف بحقوق الله تعالى على العباد، وتعريف بما بين الناس أيضا من الحقوق، ومع هذا أيضا ينحني ويركع لله سبحانه مسبحا لله عز وجل واصفا إياه بالعظمة. ثم
يسجد لجلال الله سبحانه ويشعر أنه في هذا السجود يقترب إلى الله. فالإنسان يقترب من الله تعالى بسجوده، واسجد واقترب، بقدر ما يسجد يقترب من الله سبحانه وتعالى، وهو أقرب إلى الله حال كونه ساجداً لله سبحانه وتعالى. ومع ذلك حتى يدرك أن الله سبحانه وتعالى منزه عن المكان والزمان، والقرب إليه ليس قرباً حسياً وإنما هو قرب معنوي، حتى يشعر بهذا يصف الله سبحانه وتعالى في تسبيحه هنا بصفة العلو: سبحان ربي الأعلى، عندما يكون ساجداً لله عز وجل. ثم يأتي بما يأتي به في صلواته من أذكار ومن حمد لله تعالى وتكبير واعتراف بألوهيته وتوحيد لله عز وجل، وعندما يخرج من هذه الصلاة يخرج بالتسليم. لماذا التسليم؟ لأنه كان في عالم آخر غير هذا العالم الجسماني الذي كان فيه، فكأنه يعود إلى البشر من جديد ويسلم على من حوله بقوله السلام عليكم، لأنه يشعر أنه عاد إلى هذا العالم الأرضي بعدما كان في عروج إلى الله سبحانه وتعالى، وبعدما كان مشاركاً للملأ الأعلى في تسبيحهم، وبعدما كان متناغماً مع ذرات الكون جميعاً التي لا تفتأ عن تسبيح الله تعالى وحمده. فهكذا شأن الصلاة. هذه الصلاة عندما يؤديها الإنسان على هذا النحو لا ريب أن تأثيرها في نفسه وتأثيرها في علاقاته ببني جنسه تأثير عميق إيجابي، لأن هذه الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر، كما قال سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهي بما لها من عمق التأثير تنتزع من طبيعة الإنسان خصائص فطرية مذمومة جبلت عليها النفس البشرية. فالله تعالى يقول: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فالصلاة أعمق أثرا من جميع الأعمال، ولذلك استثنى الله تعالى هنا المصلين، ثم وصفهم بما وصفهم به من صفات الخير، ثم أتم هذه الصفات واختتمها بقوله: والذين هم على صلاتهم دائمون. فذكر الصلاة أولا في بدايتها وذكرها في نهايتها لعمق تأثير هذه الصلاة على النفس البشرية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن على باب أحدكم نهرا جاريا غمرا ينغمس فيه كل يوم وليلة 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس. نعم، هذا هو مثل الصلوات الخمس، إلا أن النهر إنما هو من شأنه أن يصفي ظاهر الجسم، بينما الصلاة تنقي باطن الروح. فلذلك كان هنالك الفرق كبيرا بين النهر وبين الصلاة، وإنما أراد الله سبحانه وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير أن يقرب معنى الصلاة إلى ما هو مألوف من طبيعة النفس البشرية، كما ضرب الله تعالى مثلا لنوره فقال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. الله سبحانه وتعالى أراد أن يقرب لعباده وصف هذا النور، فضرب المثل لنوره ما ضربه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرب لأمته معنى الصلاة وتأثيرها على النفس البشرية،
وتطهيرها لروح الإنسان وتقديسها لصفاته، فشبهها بالنهر الغبر الجاري على باب أحدنا بحيث ينغمس فيه كل يوم وليلة 5 مرات. هكذا مثل الصلوات الخمس. فالمصلي دائما إنما يأتي إلى هذا النهر وينغمس فيه ويخرج منه طهورا، ثم إذا باشر هذه الحياة الدنيا وتكدر بأكدارها وتأثر بغبارها يعود مرة أخرى إلى هذا المعين الرقراق، إلى هذا النهر الصافي، إلى هذا النهر النوراني، فينغمس فيه ليعود مرة أخرى إلى الصفاء. وهكذا تتكرر العملية في اليوم والليلة 5 مرات. ولذلك كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي مثول بين يدي الله تعالى. وأي شرف أعظم للإنسان من أن يناجي الله عز وجل من غير أن يكون بينه وبينه واسطة. كل أحد بإمكانه أن يناجي الله عز وجل بنفسه من غير أن يتخذ بين الله تعالى بينه وبين الله تعالى واسطة. ليست هنالك وسائل، لا يحتاج إلى بابا أو يحتاج إلى أسقف أو يحتاج إلى قس أو يحتاج إلى أي واحد، لا، وإنما يناجي الله، يستغفر الله تعالى بنفسه ويتوب إلى الله تعالى بنفسه ويطلب حاجته من الله تعالى بنفسه ويقدم العبادة إلى الله تعالى بنفسه من غير واسطة بينه وبين الله. هذا هو الشرف العظيم الذي يناله الإنسان في مثوله بين يدي الله تعالى وقيامه بحق هذه الصلاة. ولذلك نحن نجد في كتاب الله سبحانه وتعالى عندما يذكر الله تعالى عباده المؤمنين يصفهم أول ما يصفهم بإقام الصلاة، قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال في القرآن: هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال فيه: هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم بالآخرة هم يوقنون. وقال: هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم بالآخرة هم يوقنون. وكل الأعمال ما تصدر بالصلاة، تأثير الصلاة، ولأنها المحافظة على العقيدة عندما يؤديها الإنسان على النحو المشروع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. هكذا يكون تأثير الصلاة في النفوس البشرية. فإذا الصلاة إنما هي عروج إلى السماوات العلى. ولذلك كرم الله تعالى هذه الأمة بأن فرض الصلاة على نبيها وعليها جميعاً، والنبي صلى الله عليه وسلم مع الملأ الأعلى حيث فاز بالقرب من الله سبحانه وتعالى ونال ما لم ينله أحد من عباد الله عز وجل. فعلى كل أحد أن يستشعر هذه النعمة العظيمة وأن يستشعر أثر هذه الصلاة وأن يوظف هذه الصلاة من أجل تطهير نفسه وتقديس حياته وأن تكون روحه دائماً تعرض إلى الله سبحانه وتعالى مع الملأ الأعلى وتشارك الملأ الأعلى في ذكرهم لله وعبادتهم له ومثولهم بين يديه. فهم كما وصفهم الله سبحانه وتعالى: عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. منهم من يركع طول حياته، طول بقاء هذا الوجود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومنهم من يكون ساجداً باستمرار. ومع ذلك فإنهم عندما يرفعون رؤوسهم من سجودهم
يقولون لله سبحانه: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هؤلاء الذين يظلون في سجودهم منذ خلقهم الله عز وجل وإلى أن يرث الله الكون كله، عندما ينقلبون إلى الله عز وجل وتزداد معرفتهم بعظمة الله عز وجل يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فكيف بنا نحن؟ إنما علينا أن ننتهز هذه الفرصة ونغتنم هذه الصلوات حتى نصليها على الوجه المشروع، لنزكي بها أنفسنا ولنتقرب بها إلى الله. وأنتم ترون أن الله سبحانه وتعالى لم يصف بالخير المصلين، وإنما وصف الذين يقيمون الصلاة والذين هم في صلاتهم خاشعون. كل ما في القرآن ربما وصف المصلون بعكس هذا، كما في قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وصفهم بالمصلين، ولكنه توعدهم بالويل لأنهم في صلاتهم، لأنهم عن صلاتهم ساهون. وإنما يصف عباده المؤمنين بأنهم يقيمون الصلاة بحيث يحافظون عليها جميعا، على روحها وجسمها بغير تفريط في شيء، بحيث لا يخلون بأي شيء، يأتون بها كالجسد المستقيم، يقيمونها بمعنى يأتون بها تامة كالجسد المستقيم من غير أن يكون فيه أي انحراف، وذلك بأدائها على الوجه المشروع. فالصلاة كما يقول العلماء المحققون تنقسم إلى هيكل ظاهر وإلى روح باطنة. الهيكل الظاهر هو هذه الأعمال الظاهرة التي يأتي بها المصلي في صلاته من انتصاب وركوع وسجود واعتدال بين الركوع والسجود وطمأنينة فيما بين السجدتين، وهكذا ما يأتي به من قعود وما يأتي به من ذكر وما يأتي به من تلاوة، كل ذلك إنما هو هيكل لهذه الصلاة، أي جسم لهذه الصلاة، فهذا هيكل ظاهر، وإنما لها روح باطنة. هذه الروح الباطنة هي الخشوع لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء عمود، وعمود الدين الصلاة، وعمود الصلاة الخشوع. فإن روح الصلاة هذا الخشوع الذي يخشعه العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ومعنى الخشوع أولاً خضوع لله سبحانه وتعالى، ثم الشعور بعظم المقام وجلال وصدق المقال، بحيث تكون الكلمات التي ينطق بها معانيها تتسارع إلى ذهنه أكثر من تسارع حروفها إلى لسانه، بحيث يحرص على تكيف هذه المعاني وفهم هذه المعاني التي ينطق بها، بحيث لا يكون لهيا عن معنى من هذه المعاني. هذه الصلاة هي التي تجعل الإنسان يستعلي على ما جبل عليه من صفات السوء، ويتقوى حتى ينسلخ من هذه الصفات التي هي كأنما جبل عليها الإنسان وأصبحت فطرية فيه. وعندما يؤدي الإنسان هذه الصلاة على هذا النحو، لا ريب أنه دائما يكون في شعور بعزة الله وعظمته وقدرته وإحاطته بكل شيء، وفي شعور بنعمته، فيظل على الأقل يستحي من الله سبحانه وتعالى أن يقابل نعماءه التي أنعمها عليه بمعصيته إياه. وكذلك يشعر بالرجاء والخوف، لأنه يشعر بالمنقلب إلى الله الذي يجازى فيه على ما قدم وما أخر. حسبكم ما يتلوه في الصلاة مما يذكره بذلك اليوم
في الفاتحة الشريفة عندما يقول مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، فالملك يومئذ لله، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. في ذلك الوقت لا يؤذي أحد شيء، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. كل ما يخوله الإنسان في هذه الدنيا يتخلى عنه في ذلك الوقت، لا يبقى له مال ولا يبقى له أهل ولا يبقى له شيء مما يتمسك به. كل الناس بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فلذلك كان حريا بالإنسان وهو يؤدي الصلاة على هذا النحو أن يذكر ذلك اليوم وأن يتهيأ للقاء الله تعالى في ذلك اليوم بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله وترفع درجاته وتمحو سيئاته وتجعله من المقربين الفائزين. وترون أن الصلاة شرعت في الجماعات، الصلاة شرعت في الجماعات، وقد أشار القرآن إلى ذلك، وجاءت الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد ما دل عليه القرآن. فالجماعة إنما هي تربط ما بين أفراد، عندما يلتقى المؤمنون في هذه المساجد وتنتظم صفوفهم ويجتمع أقوياؤهم وضعفاؤهم وأغنياؤهم وفقراؤهم جميعا متساوين بين يدي الله يركعون معا ويسجدون معا، تنتظم صفوفهم في الركوع والسجود، لا ريب أن هنالك تتبخر العداوات التي بينهم وتتحطم الحواجز وتزول الفوارق وتتآلف الأرواح وتنسجم القلوب حتى يكونوا جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالمؤمنون بحاجة إلى هذه الصفة، والصلاة من أقوى العوامل التي تجمع بين هذا الشكيك من المؤمنين حتى يكونوا جميعا متآخين في الله، متوادين في الله، متراحمين في الله، متعاونين على البر والتقوى. وهكذا شأن كل عبادة من العبادات، إلا أن هذه العبادات يتميز بعضها على بعض، وقد شرعت في الإسلام بحسب حاجة النفس البشرية إليها. فالصلاة بما أن النفس البشرية أحوج إليها شرعت متكررة في اليوم والليلة. فالفروض خمسة فروض يؤديها الإنسان في كل يوم وليلة ولا مناص له منها. وهناك نوافل، هناك قيام الليل، هناك الرواتب التي يصليها مع هذه الفروض، هناك صلاة الضحى وغيرها، هناك تحية المسجد. كل هذه الصلوات تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتزكي جذوة الإيمان في هذه النفس البشرية لتتقي وتشيع في جنبات هذه النفس حتى تطوي منها سياف الظلام. فإذا المحافظة على الصلاة والشعور بقدر هذه الصلاة وبعروج الإنسان فيها إلى الله سبحانه وتعالى ومثوله بين يديه والتفافه مع الملأ الأعلى لأجل أداء هذا الواجب المقدس وانتظامه مع الكون بأسره الذي يسبح بحمد الله ويسجد لجلاله، هذا كله مما يجعل هذه النفس البشرية نفسا زكية تزكو بهذه الأعمال الصالحة. ولا يزكي النفس البشرية إلا الأعمال الصالحة. فالله سبحانه وتعالى يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها بماذا؟ بالتقوى. وقد خاب من دساها بالفجور. فكل من لم يكن من المتقين كان من الفجر. إذ البر لا يمكن أن يجامع الفجور، ولا ريب أن البر إنما هو التقوى كما قال الله تعالى: ولكن البر من اتقى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فكل من لم يتق الله تعالى فقد دس نفسه بالفجور، لأنه لا بد من أن يكون فاجرا إن لم يكن متقيا لله عز وجل. والفجور إلى ماذا يؤدي؟ الله سبحانه وتعالى بيّن منازل الأبرار ومنازل الفجار. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. وكل من لم يكن من المتقين فهو من الفجرة والعياذ بالله، وهذا هو مصيره، أن يكون في دركات الجحيم والعياذ بالله من غير أن يجد فكاكا عن ذلك. وطبيعة الحال عندما يربي الإنسان أولاده إنما عليه أن يعرفه بهذه الصلاة. على كل أحد عندما يعلم أولاده الصلاة أن يعرفهم بقدر الصلاة، وأن يعرفهم ما يحرزونه بهذه الصلاة من خير، وما ينالونه من ثواب، وما يصلون إليه من درجات، وما يتبوؤونه من قدس. على الإنسان أن يعرف الأولاد بحيث يربون من أول الأمر على تعظيم هذه الصلاة ومعرفة قدرها، حتى لا تكون صلاتهم مجرد عادة من العبادات التي ألفوها وتوارثوها عن آبائهم، وإنما يجب أن تؤدى هذه الصلاة على أنها عبادة من العبادات المقدسة، بل هي أم العبادات، هي في مقدمة الأعمال البدنية بأسرها، هي أول ركن من الأركان العملية الإسلامية، وهي تقترن بالعقيدة كما ترون في كتاب الله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. اقترن إقام الصلاة بالإيمان بالغيب. فلذلك على الإنسان أن يحافظ على هذه الصلاة على وجهها المشروع حتى يؤديها كما أمره الله سبحانه وتعالى بها، وأن يحرص على أن تكون ذريته تؤدي هذه الصلاة على النحو الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يؤدوها، كما قال إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وأن يوفقنا للخير والتقوى والصلاح والبر، وأن يجعلنا من عباده المخلصين، ومن حزبه المفلحين، ومن جنده الغالبين، ومن أوليائه المتقين، وأن يجعلنا من ورثة جنة النعيم، وأن يزكي أعمالنا بالإخلاص له، وأن يوفقنا لكل ما يقربنا إليه، وأن يباعدنا من كل ما يباعدنا عنه، إنه تعالى على كل شيء قدير، وبالإجابة يدير. نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.